لقد سيطرت على كل شيء، تخلصت من المنبه والخرائط والكمبيوتر ومنصات الألعاب وكتب الطبخ ومدربي اللياقة البدنية. هدفها واحد، وهو أن تبقينا تحت كامل سيطرتها. حسناً، ربما هذا ليس كل شيء، ولكن هل تعلم الأسرار والأخطار التي يخفيها هاتفك الذكي؟ كانت بدايته متواضعة عندما ظهر الهاتف الذكي لأول مرة في العام 1992، عندما قامت شركة IBM بطرح جهاز النموذج سايمون بيرسونال كوميونيكيتر. الجهاز الذي بلغت كلفته $1000 كان قادراً فقط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتشغيل تطبيقات بسيطة، وكان وزنه كوزن المطرقة، إلا أنه اشتهر كثيراً حينها. وتدريجياً تطور الهاتف الذكي العملاق وتحول إلى جهاز حديث أنيق يرافقنا حتى أثناء نومنا. ولكن لا تشحن هاتفك وتضعه على السرير، فقد ترتفع حرارة البطارية بشكل كبير عند شحنها، وإذا كان الهاتف تحت وسادتك قد يتعرض للاحتراق كما حدث في حالات كثيرة. لذا ضعه على سطح مستوى وأخرجه من الحافظة عند وصله بالشاحن، إذ تؤدي الحافظة إلى رفع حرارته بشكل كبير. وعندما أقول إن هواتفنا الذكية ترافقنا في كل مكان، فأنا أعني ما أقول، كاصطحابها إلى الحمام مثلاً. فهل سبق أن أخذت دشاً ساخناً وتركت هاتفك على منضدة الحمام لتستمتع بالموسيقى أو لتشاهد أحد الفيديوهات؟ لا تفعل هذا، فقد يصل بخار ماء الاستحمام إلى داخل الجهاز، ويمكن لحدوث التكاثف بداخله أن يدمر أجزاءه الداخلية. ولدي لك نصيحة بهذا الشأن سأخبرك بها لاحقاً. إذا كان سلك الـ USB طويلاً جداً، فبإمكانك تقصيره في المنزل، وللقيام بذلك ليس عليك سوى لف السلك حول قلم حبر أو قلم رصاص وثبته من الطرفين باستخدام مشبكي غسيل. سخن السلك بتشغيل مجفف الشعر لمدة 3 إلى 4 دقائق، وانتظر إلى أن يبرد، وعندما تزيل قلم الرصاص ستحصل على سلك ملفوف أقصر طولاً. لنفترض مثلاً أنك أضعت هاتفك واحتجت حالاً إلى حظر الوصول إليه، اطلب نجمة شباك 06 شباك لتحصل على الرمز التسلسلي للهاتف. حينها يمكنك الاتصال بمزود خدمة الهاتف وإخباره بهذا الرقم ليتم إيقاف تشغيل هاتفك دون أن يتمكن أحد من إعادة فتحه. للتخلص من الأوساخ والأتربة العالقة في منفذ الشحن، استخدم علبة الهواء المضغوط لتنظيفه بالطريقة التي تنظف بها لوحات المفاتيح. بضع نفخات سريعة وستزول جميع الأوساخ، وتجنب إدخال أي شيء في المنفذ لتنظيفه. إياك أن تستخدم الشوك وعيدان تنظيف الأسنان وأي شيء آخر مسنن الرأس. لا تصب بحالة رهاب فقدان الهاتف المحمول، أي الخوف من البقاء دون هاتف. إنه الشعور بالذعر الذي يحدث عند نسيان الشخص لهاتفه الذكي عند مغادرته المنزل، أو عدم تمكنه من إيجاد هاتفه لفترة طويلة، أو عند نفاد بطارية الهاتف بالكامل. إن عدم امتلاك الهاتف في هذه المواقف يضع من يعانون من رهاب فقدان الهاتف تحت ضغط كبير. يا لهم من مساكين! ضع ذلك بعين الاعتبار، وحاول وضع هاتفك جانباً في كثير من الأحيان، فإذا بقيت ممسكاً به بشكل دائم وأنت ترسل الرسائل وتلعب الألعاب، فسيسبب ضغطاً على مفاصلك وأوتار جسمك. لمساعدتك في ذلك، حدد لنفسك وقتاً لاستخدام الهاتف. اجعل هذا قاعدة لك، ساعة للإنتاجية في العمل والدراسة والأعمال المنزلية مقابل 15 دقيقة من الوقت لهاتفك. لا تنسى تعقيم هاتفك، فهو مغطى بالجراثيم. وجد العلماء أنه يحتوي على جراثيم أكثر ب10 مرات من مقعد المرحاض العادي. لا أتخيل كيف قاموا بالدراسة. في الواقع أستطيع. لا تنظفه باستخدام مناديل التعقيم، رغم أنها قوية في إزالة الجراثيم. املأ زجاجة رذاذ صغيرة بمقدارين متساويين من الكحول والماء. قم برش السائل على قطعة قماش واستخدمها لمسح الشاشة. لا تقم بشحن هاتفك قبل أن تظهر بطاريته 10% فقط. فإذا كان هاتفك مشحوناً وواصلت شحنه عدة مرات،
فسيدمر البطارية ويقصر عمرها الافتراضي. ولا تبقيه في الشاحن أيضاً، فإذا كان هاتفك مشحوناً بالكامل وبقي موصولاً بالشاحن فهذا سيء للبطارية. لحماية هاتفك من أعين المختلسين، لا تستخدم كلمة مرور مرسومة أو من الأرقام، فمهما كانت كلمة المرور معقدة تبقى بصمة الوجه أو الإصبع الطريقة الأكثر أماناً اليوم. عندما تقوم بمشاهدة الفيديوهات استخدم النظارات لرفع الهاتف عن السطح. يمكنك أيضاً استخدام مشابك مكتبية أو أشرطة كاسيت قديمة. لا تستخدم إشعارات الدفع، فمعظمها يتطلب اتصالاً ثابتاً بالإنترنت، مما يجعل بطارية الهاتف تعمل بصعوبة، ومن منا يريد ذلك؟ بغض النظر عن نوع هاتفك، يمكن أن يرسلك هاتفك الحديث إلى الفضاء بكل سهولة. بالطبع ستحتاج لصاروخ للقيام برحلة حقيقية، ولكن جهاز الآيفون ذكي بما يكفي ليحل محل حاسوب الطائرة. إليك هذه المعلومة، يحتوي طن واحد من الخام على جرام واحد من الذهب، والكمية ذاتها في 40 هاتفاً ذكياً، لذا لا تتخلص من أجهزتك القديمة وخذها إلى مركز الخدمة. قم بتحسين جودة الصوت عند تسجيل مقاطع الفيديو عن طريق إغلاق الميكروفون بإصبعك أو باستخدام منديل، وهكذا ستخفي الضجيج في الخلفية، مما سيجعل الصوت الرئيسي أكثر وضوحاً. إذا نزلت عن طريق الخطأ تطبيقاً سيئاً يحتوي على برامج ضارة بهاتف أندرويد ولم تتمكن من إغلاق التطبيق، قم فقط بالضغط على مفتاح العودة عدة مرات. سيفهم النظام مدى خطورة التطبيق ويغلقه تلقائياً ليعيدك إلى صفحة التطبيقات. إذا نقرت نقراً مزدوجاً على زر سماعات الهاتف في قائمة تطبيق الهاتف، فسيتصل بآخر رقم صادر. إذا كان الضوء في الصورة شديد السطوع، فجرب التقاط الصور من خلال نظارتك الشمسية التي ستقلل من سطوع الشمس وستخرج صورتك بشكل أفضل. إذا كنت مضطراً، فيمكنك صناعة حافظة للهاتف بسرعة كبيرة. انفخ بالوناً، وضع عليه هاتفك الذكي ودع الهواء يخرج ببطء. سيغلف البالون الجهاز ويحمي منافذه من الرطوبة والأوساخ، ولكنك لن تتمكن من التقاط الصور. إذا توقف جهاز التحكم الخاص بالتلفاز أو بمكيف الهواء عن العمل، فقم بتوجيهه على الكاميرا الأمامية لهاتفك. يمكن لكاميرات الهواتف الذكية رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئية الصادر عن جهاز التحكم عن بعد. إذا لم تتمكن من رؤية نقطة حمراء أو توهج صادر من جهاز التحكم، فقد حان الوقت لتغيير البطاريات أو جهاز التحكم بأكمله. إذا كنت تخشى عدم سماع صوت المنبه في الصباح، فقم بوضع هاتفك في فنجان أو كوب، فبهذه الطريقة سيتضخم الصوت، ولكن لا تضف إليه القهوة. هل سبق وتساءلت يوماً ما عن سبب قصر سلك الشاحن؟ يفعل الشركات المصنعة ذلك عمداً لمنعك من استخدام الهاتف أثناء شحنه. ليس عليك سوى تركه يشحن دون أن تستخدمه. إذا فقدت جهازك، فقم بالنقر على رابط البحث عن الهاتف الموجود في الصفحة الرئيسية لحساب جوجل، وعندما تحدد الجهاز، قم بالاتصال به. سيبدأ هاتفك الذكي بالرنين بأقصى مستوى للصوت حتى لو كان في وضعية صامت. في المرة القادمة التي تنقطع بها الكهرباء، حول هاتفك الذكي إلى مصباح. ليس عليك سوى تشغيل مصباح الهاتف، ومن ثم قم بقلب الهاتف ووضع زجاجة ماء على الضوء. تدا! لتجنب الخلط الذي قد يحدث بين سماعات الأذن اليسرى واليمنى، قم بلف شريط كهربائي على واحد من الأسلاك. حاول أن تتذكر، الشريط يعني الجهة اليمنى أو اليسرى مهما كان اختيارك. إذا لم تتمكن من العثور على علبة الشاحن أو نسيتها في المنزل، فقم بوصله بالتلفاز. تحتوي معظم أجهزة التلفاز على مدخل USB يمكنك شحن هاتفك من خلاله.
يستنفد ارتفاع مستوى سطوع الشاشة البطارية أسرع مما تظن، ولتتمكن من توفير الطاقة قلل السطوع وضع لهاتفك خلفية سوداء عادية، وتجنب أيضاً ضبط الهاتف بوضعية الاهتزاز، أو ضع نصاً بسيطاً على هذه الخلفية السوداء بحيث يحتوي على اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتف لشخص قريب منك، وإذا أضعت هاتفك سيتمكن الشخص الصالح الذي سيعثر عليه من إعادته لك. إذا سقط هاتفك في الماء فألقي له سترة نجاة، والأفضل من ذلك قم بإيقاف تشغيله بسرعة وأزل البطارية وامسح الهاتف برفق باستخدام مناشف ورقية. استخدم علبة هواء لتجفيف أجزاء الهاتف لعشرين دقيقة دون أن تقربها من الجهاز. إن كان لديك مكنسة كهربائية مزدوجة فيمكنك استخدامها لتجفيف الماء، أو استخدم مجفف الشعر بدرجة حرارة معتدلة. لا تستخدم خدعة الأرز فهي غير ناجحة. أعد تشغيل هاتفك من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً. ستعيد ضبط ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيقات وسيعمل جهازك بشكل أسرع. لتجعل شاشة هاتفك تبدو جديدة، أحضر قطعة قطن وامسح بها الشاشة باستخدام القليل من رغوة الحلاقة. قد تخلف على الشاشة القليل من الشعيرات البيضاء. يمكنك استخدام الزر الموجود على أسلاك سماعة الرأس لالتقاط صور سيلفي عندما تريد التقاط صور بزاوية واسعة المدى وذراعك ليست طويلة بما يكفي للنقر على الشاشة. في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى الشاطئ أو في رحلة تخييم، ضع هاتفك في كيس صغير له سحاب، وهكذا ستحميه من الأوساخ والمياه. إنها حيلة مفيدة إذا كنت ترغب بمشاهدة الفيديوهات في الحمام، ولكني لم أخبرك بهذا. قبل أن تذهب للتسوق من المتجر، التقط صورة لثلاجتك من الداخل. فلما تقوم بكتابة قائمة تسوق طويلة إذا كان بإمكانك استخدام التكنولوجيا لصالحك؟ إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.